صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نهاركم دايز لحد الان مزيان. دابا شحال الساعه حفصه؟ هادي عارفينها 13:05. باش عرفوا بانه راني معطله، واليوم سي لانيفيرسير ديال مروان وعارضه على لوسي ومرت لوسي بيان سور، و عاد كاينه واحد الحيحه من ورا الفطور ان شاء الله. هادشي كامل نجيب لكم انهم مش داو والو في الفطور، ومازال ما عنديش لا ما غادي يدار، دونك كنخدم بالعد العكسي حاليا. لبست الجلابه ديالي، غادي ندير فيت في لا روتين ديال الوجه ديالي يعني. غادي نستعمل هذا ديال استي لودور، على باقي نتعقلوا بانه كانت تكفح لي الاولاني وكنبقى فيها الحل بزاف بزاف، دونك هذا ادفانسد نايت روبير، هذا هو اللي غادي ندير. وابخي بيان سور الحاجه الوحيده اللي وليت كنديرها وحاجه زوينه بزاف وفرحت انه وليت نديرها هي لا بروتيكسيون، دونك غادي نستعمل واحد لا كريم ايدغاتونت للوجه ديالو فيها لا بروتيكسيون، فيها اس بي اف 30. وغادي ندير واحد لا باز اون فيت، هادي كتعجبني انه نديرها هنايا في شويه في الوجه ديالي باش كتعطي داك ان افي لومينو و افي بون مي. هاد لو برودوي ديال بينيفيت غير باش نشط به هادو حجباني. المهم العرض اللي عندي من بعد في الدول اللي قايمه بها، دونك انا ما مصدعش راسي مع ما وراء الحفله. المهم بجلنا هاد لاكرون ما كتبقاش بيضه، حيت انا جدات تيست داكشي يبقى بيض وكتبينيتري بيفي سي ليسونسييل. شفتو داك لافي اللي كيعطيه؟ هذاك لافي هو اللي كيعجبني. الوغ جو سوي بريت، دابا غادي نخرج، ولكن واخا هكا قبل ما غادي نخرج عرفاكم غادي تسولوني على جلابه فنصورها لكم من دابا. فوالا غادي نديرها هكا في الصفر غابيل لهاد الصفوريه هادي اللي كاينه، وغابيل هاد الصفوريه اللي كاينه هنا. لا حقا والله ما نكذب عليكم، زدت واحد شويه هذاك ليكويد ديال بينيفيت، درتو هكا شويه هنايا باش يطلق واحد شويه ديال الغوص. يلا نهبوا الريحان ونمشي لكازا. الوغ انا وصلت دابا لكازا، جيت لواحد المحل هنايا باش غادي ناخذ لمروان ان كادو، حيت هو عزيز عليه داكشي ديال الموسيقى، بعدا باغي نكمل ليه الكوليكسيون ديالو. دابا الواعره شنو هي؟ تطرب بزاف د الاحداث، عرفتي ساقه بزاف، باغي نخليوها على الله، كنت غادي ندخل واحد من ورايا. اوغوزمون كما الحمد لله ما قصتو ما حتى شي حاجه، عرفتي حتى المهم مرفوعه، وبان ليا غير واحد ديال الموسيقى اللي ما كنتش معوله عليه كاع، غا حتى بان ليا وانا نقول اوكي ندخل ليه، وبغيت نقل فين ستاسيون كنت غادي نصفق هذاك اللي من ورايا. من ورا هادشي مروان عيط ليا وقال لي المهم انا داير واحد الخطه على قدها باش انه مروان كيفاش نشرح لكم. ان فيت دابا خو مروان اللي هو ياسين، قلت لمروان واش نعرضوا عليه اليوم ولا ما نعرضوش عليه، المهم باش ندخل ليه الشك وداكشي. مروان قال لي دابا من عيط لي وداكشي كندير معاه، قلت واش نعرضوا على خوك اليوم وداكشي، قال لي شوفي الا كنت غادي دير لي عيد ميلاد صافي مزيان انه يجي ويحضر وداكشي. قلت ليه علاش كدير، علاش كتكاشي، علاش كتخيز، علاش هذا وعلاش هذا، وانا اليوم ما دايرهش كلانيفيرسير، انا بغيتك غير تشك انه اليوم عندك لانيفيرسير باش تجيك الصدمه، لانه صافي فهمتي فريمون عارف بانه اليوم لانيفيرسير، فبغيت نخلي ليه داك الشك ديالو زعما راه فرشتينو اليوم ما غاديش ندير لك لانيفيرسير اصلا، انا غير بغيتك تشك وهادشي، علاش خوك انا كنقول لك تعيط عليه وهادشي. المهم لعبت واحد اللعبه والله ما عرفت واش زعما تيقني ولا ما تيقنيش، مي بون جيسبر انه يكون تيقني. المهم دابا عرفتي راه دويت بزاف، غادي نمشي باش نقاد شي لاخر ونرجع لكم. ما غاديش نقول لكم اشنو خديت ليه، مي فينالمون جيت على حاجه صدقت وقتها جوج باش حتى نتوما تكون تبقى لا سوبريز حتى الاخر صافي. المهم خديت لي شي حاجه ديال الموسيقى دو ليسونسييل. شوفوا لي الزحام اللي كاين في كازا اليوم وصا دون بلوس.
الوغ كنت سولتكم ديجا في الانستغرام على ود ماشينا لافي اللي لاصقه ليا عليها ولدي تيبقى فيه فريمون بزاف الوقت اللي كنلقاه جد واحد الباني ديال لانج ودايرا سوبارم هكا دو ماشين كيبقى يخوي فيها اللعيبه وكيبقى زعما كتصبن ومين كتفرج هكا في الانترنيت جونغ كيتفرج غير في اي حاجه فيها زبانه كتبقى تدور لا شي حاجه مابقاش بالكم خصني ليه صبانه سولتكم اي وزيتي تري نومبروز انكم قلتوا لي نمشي لعند ماي تويز ولا غادي نلقى عندهم باسكو كنت كونسلتيت جوج وما لقيت حتى شي حاجه لقيتها لقيتهم انا فرحانه بزاف فرحانه اكثر من ولدي لانه فاينلي غادي يلقى صباني كيفما كيشوفها فوالا لو ماغازان شنو فيها كلشي عندهم ان فيت يديروا لا ليفريزون اي جو نو سافي با سينون كنت نكومونديها وتجيني حتى للدار بون ها انا عرفت وبغيت نشارك معكم هذا لو بون بلان سي جامي كنتو بعاد وكنتو انتريسي بشي حاجه ولا حتى نتوما صبانه بون هيا والله انا فرحان فوالا الوغ فين وصلت درت واحد الحاجه هو انه مشيت شفت واحد البلاصه خاصه بالوليدات الصغار فين تيلعبوا وكلشي المهم واحد البلاصه زوينه باش نبقى ندير لها يعقوب ومن تما تعذبت شويه باش نلقى هذوك العيبات اللي مشاو ليا السميات ديالهم المهم لي بوجي وداكشي المهم هذاك البارتي ديك بوحديتها دست عند ماما وماما مسكينه كتحس براسها كتجري حتى هي معايا دست هزيتها وغادي ندوز دابا عند فدوه باش غادي نريكوبيري فوالا لي بلا اللي غادي نديرو ان شاء الله في شي حاجه في الفطور وشي حاجه غادي نحطها ميم في ميم زعما ان شاء الله في العشاء تفاصيل بعدا غادي نخلي لكم لو كونط ديال فدوه سي جامي كنتو باغيين تكوموندو شي حاجه الماكله ديالها بنينه وغزاله تبارك الله غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون دابا كان نوريكم الكاطو حيت الكاطو واعر 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 كيف ما انا تخيلته كيف ما هو كاين دونك صايبته ليا نازيك ماما محافظه عليها انا نوريه لكم كيفاش داير لو تام كو جي ادوري بو ها هو كيف ما كتشوفوا لا جيتار من الفوق وداكشي لي نوت ميوزيكال بغيف من حيدو من الباك ديالو غادي تشوفوا دونك ميرسي بوكو نازيك على البروفيسيوناليزم ديالك على الاتقان ديالك شوف لي عفاكم في الدار واحد روينه كاين الكوزينه في العدس كتصوب كتصحنا مع الترموميكس شنو يقول لك شوف 400 غرام ديال الماء ودير معاه مطيشه كنقول لك ماشي انت مارد ماشي مطيشه ما فهمتش الترموميكس مالها كتقول لي غاتبع لك شي غاتبع لك المهم اليوم الترموميكس يمز وبالحال راه بايحه بزاف الحق لا ما نضمنهاش ليكم والله ما عفصه مع الترموميكس مازال واحد شوفوا انا هذا الخليط الاول قال لك انا خصك تزيدي من بعد حتى الثاني على الخليط الاول على الخليط الثاني مهم مروه اوف كورس سوكوب دو بيتزا مروه سوكوب دو دو شوز على ثلاث مروان و هي سوكوب دو بيتزا ياب انا جبت من عند فدوه لي نيم ديكو دخلتهم الفران باش يطيبوا فرك الله الوالد حلوه ضربت ديالها هاي غادي نكراوي ندير حنا يعقوب جايبالك ان كادو نو كادو كاين كادو جايبالك كادو عاد شنو جايبالك نقول لك نو كادو كدا كادو اللي نو كادو الوغ بالنسبه للفطور باش نوريكم اشنو كاين صراحه انا ما درتش بزاف ديال الحوايج هادو جبتهم من عند فدوه هانتوما تشوفوا الريحه ديالهم كتشهي ديجا حتى هادو كلهم البريوات كلهم من عند فدوه دونك لا سول شوز اللي انا طيبت هي العماره ديال الخبيزات ماما صوبات الخبيزات في الدار حفصه صوبات لك خيب وخلاص هذاك الشيء زعما العادي وصوبت ان جو دو فريز فوالا هادشي اللي كاين المهم دابا راهم وصلوا راهم تيشوفوا وجههم بيعقوب صدعنا في راسنا كلشي مكونسونطري تجي بالهيك شنو هو؟
المهم بصحة فطوركم، نرجع لكم من بعد. صافي قول الراي ديالك حمزه بصراحه. زعما شحال عندي في هادشي؟ عندك 10% 10% زيدي ياك جوج البانيات. نو نو سيرت شوفوا جات خفيفه، ما عرفتش واش ما فهمتش انا كاع الناس اللي كيصايبوا الحريره كلهم تيقولوا لي كتجينا ثقيله زعما في المهم ميكس مزيان الا عند حصه خفيفه الحمد لله. مي بون المذاق انا ذقتها قبل صراحه جاتني مزيانه غير ناقصه الملح وصافي. جابوا لك طاقه. ها هو كادو، ها هو كادو، يلا حل. شنو هي هذه؟ شنو هي؟ هاي هنا، حل هنا، حل هنا، حل هنا، هنا 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 يلا ها ها يلا هز هز ها هز 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 هنشوف هنشوف هذا الماشين هنشوف هنشوف هرب هرب شتيدي هلا ماشين يلا بص بص خالو هو اللي جاب لك الماشين بص عدت الله مالك شوف بقي جاب لك مفاجآت أخرى حبيبي ماشين شتي لا ماشين بحيث تشوف لا ماشين لوحة لوحة لوحة